يلا انت متسمر كده ليه؟ ما تخلصنا عبد الجليل من الرحله السوداء اللي احنا فيها دي. تركي يا ابراهيم. مالك يا مالك؟ التركي تركي هيجنني. وانت شفت التركي فين؟ هو قدامك على الهواء مباشر. انت اعمى. ده انا طول عمري بعشق حريم تركيا عبد الجليل. بص بص يا حريم في تركيا شفاف. يالا انت هتصيح. وانت مش عرفك بالبنات الترك انت؟ انت بتتكلم بتقول ايه يا الله؟ انا مفيش مسلسله ولا فيلم تركي لما بتفرج عليه يا الله. انا وام الغوالي. انت بتفرج امك على التركي يا عبد الجليل؟ امال ايه الله. وبعدين لعلمك بقى اقعد انا وام الغوالي نتفرج كده لو في اي لبسين خلاص. لبسين؟ لا اي لبسين كده اهو اقوم قالب. ام الغوالي تقوم مغوطه في النوم اسمع لمؤاخذه السفينه بتاعتها خلاص اقوم على طول جايب ومقلب تاني واتفرج على التركي. الاصل الوصله عندنا ما بتسيبش التركي خالص يا هيما. التركي مش محتاج وصله لمؤاخذه. لينك العيون اهم حاجه. بص الحته دي وريني. هو انت بتشجعي جلطه سراي ولا مش كتاش؟ شفت؟ لا 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 شفت؟ لا دي جامد. على فكره انت مش فاهمه ضحكتك حلوه ازاي. كل حاجه باينه في الوش وفي العينين. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مش حاسين بالناس اللي واقفه دي ولا هتعطل مصالحها يا ابراهيم؟ احنا بعد شويه بس بسيطه هنبقى بين ايدين ربنا في السماء من فوق. ايه يا شيخ حسن؟ بنشم نفسنا شويه قبل ما نتخنق في الطياره. اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي هيخنقنا. هاجمنا من سبع سما لسبع ارض باذن الله. وانت ضارب ودنك معانا ليه؟ انت مالك يا ابراهيم؟ احنا واقفين على باب طياره مش واقفين على باب سيمه. طب اتفضل الحق طيارتك. يلا يلا عشان بينادوا على اسمك. يلا يلا اتفضل اتفضل. اقطع ده يا تقطع. ممكن تيجي توريني الكرسي بتاعي عشان انا حاسس ان انا هتوه في الطياره. اصل الطياره كبيره قوي. احنا كلنا تهنا. اخرس انت. حاضر. يا كيمو ما تفردي وش كمار. في ايه؟ ده احنا رايحين اسطنبول وفي اجمل من اسطنبول. ناجي ارجوك تفهمني. انا من ساعه ما اتعرفت عليك وانا متجرجره وراك من هنا لهنا ما اعرفش ليه. والنعمه الشريفه بحاجه. بليز ما تغيرش الموضوع. ده هو ده الموضوع. انت مين يا ناجي؟ ومين الولاد اللي معاك دول؟ دول بينفذوا اوامرك بالحرف الواحد. ايه انتوا عصابة وانت زعيم العصابة ولا ايه؟ صدق انك انت جرحتيني بالكلام ده. بطل هزار يا ناجي. انت اللي تبطل هزار. بص بقى انا ما احبش الست اللي تقعد تناكب جوزها كده ليل نهار. جوزها؟ انت بتتكلم عن مين؟ انا وانت. بطل استعباط ارجوك. لا انت بقى اللي تبطلي استعباط. انت مش بتعرفي تقري. خدي دي. قسيم اتجوزنا انا وانت. يعني لولا ان انا وانت في طياره كنت قلت لك هاتي شويه ميه وملح ودعكي لي رجلي. الشهادة دي مزورة. دي امضتك ولا مش امضتك؟ امضتي بس برضو مزورة. يعني انت مش عايزة تتجوزيني؟ ناجي انا ما انكرش ان انا معجبة بيك ومستريحة لك بس برضو الفترة اللي احنا قضيناها مع بعض دي فترة قصيرة جدا علشان اتخذ فيه قرار مهم بسرعة دي. سرعة ايه؟ ده احنا ليل نهار في وش بعض. وبعدين اقول لك على حاجة. احنا نجيب اللي ورا قدام. احنا الاول نتجوز وبعدين نعمل خطوبة وبعدين نحب بعض وبعدين نتعرف على بعض وبعدين كل واحد بعد كده يروح لحاله.
وبعدين يعني الورقه دي لو ما كانتش عاجباك بلاش، وحر ونار في جتة الدكتور الاشلاجه بتاعهم ده. احنا نعمل ورقه تانية. عرفي. عرفي؟ هو انت اللي عاجبك عرفي ولا عاجبك رسمي؟ ده ايه الوليه دي؟ مش فاهم. نجيب جوزها بقى نجا الله وقفوت ساتو بتركب لإسطنبول شو بحب لهالمدينة كتير. أنا حاسس إنه ناجي بيك الله مزاجه عالي دايما. متى سيد مناخم؟ أنا تعبت ما بعرف إمتى هيدي الفسحة يلي عم يفسحنا إياها بدها تنتهي. أنا بحب الويكند وأنت كمان بتحب الويكند، ما عم نطلع من المكتب بسببه. ومرتي يا شعور يعني بدك تقول بدت تحس إني غريب. أنا شخصياً ما بحب أبداً إنه مرتي تحس إني أنا غريب عليها. أوكي؟ يا ابني بتبلبع إيه؟ ده منوم 550 مللي تاخد واحدة تنيمك أربع ساعات وتلت. امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهره. انا بترعب من الطيارات. زاهر انت ما بتترعبش من ايه يا حبيبي؟ خد جرب واحده. لا مش عاوز يا ابني واحده عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا لا نفسي في مصر ايه يا عم، انا محتاج دماغي دي، انا ورايا مشاريع لسه عايز اقعد اوضب فيها. بقول لك ايه يا عبد الجليل، انا بفكر اول ما انزل القاهره اشتري اسهم في البورصه. بص يا استاذ ابراهيم، بص الولايه، بص الولايه الكبيره في السن دي الاجنه دي، بص لابسه حته دين قميص في سكوز ما اقولكش نضيف تشم منه ريحه الصابون. ناس عايشه ومدلعه نفسها يا عبد. والله العظيم ثلاثه لما اروح هجيب حته في سكوز زي دي لام الغوالي. ده هيبقى شكله زباله على امك. جرى يا ابراهيم؟ الله ضم عبد الجليل يا ابراهيم. ام الغوالي يا ابراهيم مالك في ايه؟ الله ايه اللي جرى يعني؟ ده المقص الام بيطهروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. الله. يعني ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك يا ابراهيم ما تخش انت في الحتت دي. عارف يا شيخ حسن؟ صلاة الله. كان نفسي كده اخش على ابني كده بايدي حاجه، يعني اخش بفلتاكور ببربوطه بسكريكش كده، اي حاجه كده اخش عليها بيها. يا عبد الجليل الحجه اللي انت هتحججها لها دي بالدنيا كلها.